صباحات الخير لك للزميل سيف والمشاهدين الكرام من أرض جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة مسندم. أحييكم وأرحب بكم في هذه المنارة التعليمية التي تطمح بأن تكون رافدا مهما للموارد البشرية في عمان، وأن تكون من المؤسسات التي تخرج لنا من المخرجات الأكاديمية ما تقوم به هذه النهضة المتجددة وتشد بها من خلال استفادة منهم في المؤسسات العامة والخاصة. للحديث أكثر عن هذا الجانب ينضم إلي الدكتور أحمد بن سعيد الشحري، مساعد رئيس الجامعة والعلوم التطبيقية في محافظة مسندم. أهلا وسهلا بك دكتور. يا أهلا وسهلا أخي عبد الرحمن، ويسعدنا تواجدكم معنا، يعطيكم الصحة والعافية. دكتور، بداية انطلاقة العام الأكاديمي في محافظة مسندم، حدثنا عن هذا الجانب. أولا نهني أنفسنا ونهني أبناء هذه المحافظة ببداية الفوج الأول لطلبة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم، وهذا يعتبر هو الفوج الأول، وهم يفتخرون على أنهم أول طلبة يدرسوا في هذا الفرع، ونحن نفاخر فيهم على أنهم هم اللبنة الرئيسية لبداية التعليم العالي في فرع الجامعة بمسندم. دكتور، من خلال استماعنا إلى كلمتك قبل قليل ذكرت أن الجامعة تقدم من البرامج الأكاديمية ما هو الجديد والغير متوفر في الكثير من المؤسسات التعليمية داخل عمان وخارجها، حدثنا عن هذه البرامج الموجودة في تقنية مسندم. نعم أخي عبد الرحمن، تتميز فرع جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بمسندم بتخصصاتها وبرامجها الأكاديمية الفريدة من نوعها. عندنا ثلاثة تخصصات، تخصصين في تقنية المعلومات، وتخصصين في الدراسات التجارية، وتخصصين في التربية. هذه كل البرامج الموجودة هي برامج فريدة من نوعها، ما موجودة في مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان. طبعا هذه البداية لأولى الفصول التعليمية أو الفصول الأكاديمية في محافظة مسندم، ما هي خططكم للفصول الأكاديمية القادمة في المحافظة؟ نعم، مثل ما سلفنا نحن بدينا بستة برامج التخصصية، ومن ثم أن أعلن هذه كمرحلة أولى. أما المرحلة الثانية راح يكون في برامج أخرى، وهي في طور العمل عليها إن شاء الله تعالى، اللي هي راح تكون في العلوم البحرية، لكن هذه التخصصات راح يكون تمر على جهات معينة معنية، والوصف أنه يعلن عنها في وقتها. دكتور، ما هي الخطة المستقبلية لتطور الجامعة التقنية في محافظة مسندم؟ نعم، نحن بدينا في المبنى المؤقت حاليا 150 طالب، راح يكون العدد التراكمي، يعني خلال السنة القادمة قد يكون القبول مثل هذا العدد، إلين إن شاء الله سبحانه وتعالى يتم افتتاح المبنى الجديد للجامعة خلال السنوات القليلة القادمة، وهو في طور الإعداد له حاليا إن شاء الله تعالى. دكتور، هناك فرص أو تخصصات متنوعة تقدمها الجامعة، حدثنا عن التخصصات المطروحة حاليا والتخصصات التي ستطرح لاحقا بناء على الأعداد الحالية التي تستقبلها. ذكرت 165 طالب، ما هي الأعداد المستقبلية التي ستضمها جامعة التقنية في محافظة مسندم؟ نعم، مثل ما قلنا لأنه الجامعة حتى الحين فيها ستة برامج، في برنامجين عندنا في الاسموش في تقنية المعلومات اللي هي الأجهزة الإلكترونية والهواتف النقالة، وكذلك الكلاود كومبيوتينج اللي هي الحوسبة السحابية، هذا فيما يخص تقنية المعلومات. فيما يخص الدراسات التجارية عندنا ما يسميه نحن الفينتك اللي هو التكنولوجيا المالية، وكذلك الديجيتال ترانسفورميشن اناليتكس اللي هي الرقميات والتحليلات. فيما يخص التربية عندنا مجالين، مجال معلم أول ومجال معلم ثاني. عدد الطلبة مثل ما قلت 150 طالب موزع على ثلاث الأقسام 50 50 50، هذا بحكم على أنه المبنى هو مبنى مؤقت، لذلك العدد يعني السعة هي من تتحكم بعدد الطلاب، ونامل إن شاء الله سبحانه وتعالى خلال السنوات القادمة أنه العدد يزيد، سواء كان في هذا المؤقت بحيث أنه يكون العدد إلى 400 500 طالب خلال السنوات القادمة، والأمل الأكثر لما يتم افتتاح مبنى الجامعة الجديد بإذن الله تعالى. أحمد بن سعيد الشحري، مساعد رئيس الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية في محافظة مسندم، شاكر لك تواجدك معنا وهذه المعلومات التي قدمت. يعطيك الصحة والعافية يا أخي عبد الرحمن، ونحن سعيدين جدا بتواجدكم معنا، يعطيك العافية، ربنا يحفظكم، يعطيك.
طبعا تطمح هذه المبنى الأكاديمي أو هذه الجامعة التقنية بأن تكون رافدا مهما لمؤسسات الدولة، سواء كان في محافظة مسندم وخارجها، من خلال المخرجات الأكاديمية التي سوف تخرجها هذه الجامعة. من ولاية خصب نعود إليكم بالصوت والصورة. شكرا لك زميل العزيز عبد الرحمن بن علي الظهوري، كنت معنا من محافظة مسندم وتحديدا من ولاية خصب، وحديث حول اللقاء التعريفي لطلبة جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بهذه المحافظة. وصلنا بكم إلى الختام مشاهدين الكرام، دعوات خالصة أيضا لكل الطلبة والطالبات الذين عادوا اليوم إلى مقاعد الدراسة، سائلين الله جل جلاله لهم التوفيق والتيسير والنجاح والفلاح. تحيات طاقم العمل وتحيات المخرج موسى البلوشي الذي يتمنى لكم أحلى الأوقات، في أمان الله.